طلي شوفي شنو كاين لداخل. فوق سلالم. إلى إلى جا سيدنا. غنشوف واش غتعجبها ولا لا. شتي علاش جايب ليها؟ الشكلا. دي ساعة مباركة فاش نلاقيها. اوكي السلام عليكم زازلوس اوفردوس، مرحبا بكم في قناة العزاوي فاميلي. فيديو جديد ومفاجأة جديدة. اليوم غنديرو حفلة عيد ميلاد للوالدة ديالي، وفي نفس الوقت غادي نعطيوها هدايا ونفرحوا بها. واهم حاجة اخوتي هي اخيرا والحمد لله في الاستطاعة ديالي دابا انني نفرحها فرحة العمر اخوتي، وغادي نفاجئها بواحد الحاجة اللي كتمناها وكيتمناها اي مسلم اخوتي. ما قيل راكم عرفتوا شناهي. المهم اجي دابا نشوفوا العائله شنو جابوا لها في الهدايا، ونوجدوا الحفله اللي على قد الحال، ومن بعد نفاجئوها اخوتي بهذا الشيء كامل ونشوفوا رده الفعل ديالها. ليتس جو. اول وحده غتورينا الهديه هي سيسام. اش كتجيك لالا توريا؟ كتجيني عقوستي وماما طراجلي وخالتي كلشي. يلا ورينا الهديه. ها الكادو ديالها، صراحه ما عرفتش من ناخذ ليها، وقلت احسن كادو اللي هو هذا المصحف هذا. ولكن فكره ناضيه، فكره واعره، احسن هديه ممكن ياخذها شي. صراحه خصوصا دابا مع رمضان. رمضان وغادي تبغي تصلي تجلس تقرا قران، قلت ناخذ لها هذا القران هكا كبير. علاش زعما كبير؟ على حسب الشوف وعلى حسب راك عارف. حيت الوالده ناقص ليها الشوف. وبالنسبه لهذا المصحف هذا اخوتي كيف ما كتشوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن كبير، والحروف كبار، غادي تقدر تقرا على خاطر. يا سلام. الذكرى ديالك ناضيه. شنو الحاجه اللي تقدي تقولي للوالده؟ غنقول لها كلمه زعما. أيه. اللي بغيت نقول لها هو الله يخليك تاج فوق راس هاد العائله كامله. أيه. والله يطول لك في عمرك، وصراحه شكرا لك بزاف حيت ولتي لي هاد الزين ديال الغزاله. هاد الغزاله كنبغيها بزاف. شوف انا عندي ماما وهي امي الثانيه صراحه، وتبارك الله عليها والله يطول في عمرها. وكعقوزتك كيفاش كتعامل معاك؟ ويلي ويلي، شوف الناس غير بغاو يعرفوا. شوف بغيتو تعرفوا هذه النقطه هذه، اي وحده كتمنى شي عبوزه واعره الله يعطيكم شي وحده بحالي. لحقاش دخلت سوق راسها ما كتبغيش تدخل في مشاكل ديال ولادها، زوينه كتدخل غير بالخيط ابيض. المهم حلوه 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 والله قاسم. مكه اش داكشي هز تما؟ شوف اليوم انا غادي نطلع جداتي، راه هي باقا صارك ما سحبكم كبرات. شوف شوف اذا كتقول باقا صغيره داكشي علاش جايب ليها الشكلاط. يا سلام اول نوع ديال الشكلاط هو هذا رافاييلو. راسك غيعجبها الحال. غيعجبها بزاف، راه باقا صغيره، باغي تربى صغير وراه وكدا. شوف 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 زيد الثاني هو فيريرو. فيريرو فراسك كتشوفنا كنديرو بهم تحديات وكتقول ناضي هاد الشكلاط، ودابا غتفرحها. ريفيريو شوف واحد الشكلاط اخر هربان ديالها مازال كاين الثالث. ميرسي زعما القلب وداك الشيء. اييه شكرا. حيت باغي تقول ليها شكرا. قول لي شنو الحاجه اللي تقد تقول على الوالده ديالك؟ الوالده احسن جده في العالم العربي. احسن جده والله. شنو الحاجه اللي كتعجبك فيها؟ كل شيء فيها وحنينه بزاف. انا بعدا حنينه فيا. رانيا يا رانيا حتى انت جبتي الكادو ضروري. اي لا ضروري، ورينا شنو جبتي لجداتك. المهم رانيا راه اخت مكه. يلا سير سير. واو هادي شنو؟ يا سلام فكره زوينه. نشوف نشوف التوب ديال هادي. ديال البرد داكشي اللي بغيت نقول كتبان غليظه. غير زعما جبتي لها صلايه حيت هي غادي تعجبها بزاف. عرفتي بلا هي كتمشي للجامع تصلي. ونضن هذا يس تقدشي تصلي معاها. برافو ما تمشيش تما تلعبي في الجامع. شنو تقولي لجداتك؟ اي لاف يو جده. اي 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 لاف يو جده في العالم. واسي يوسف ونعم. هاد الكرتونه كامله اش فيها؟ هادي فيها احسن حاجه عزيزه على جده. سير وريني شنو هي احسن حاجه. اي 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 جايب ليه الكيسان في الالوان. وييه واو خطير هاد الكيسان هذا. وكيفاش جاتك زعما الفكره ديال الكيسان؟ حيت هي عزيز على اتاي وهاد الكيسان القدام فهمتي.
هاد الكيسان هادو قدام. فكرة واعرة. شنو تقد تقول الوالدة ديالنا اللي هي جداتك؟ جداتي أحسن جدة كنقول لها I love you. أنت I love you. I love you so much. أحسن جدة. أحسن جدة في العالم. والكيسان. والكيسان. المهم أخوتي راه يوسف فاش كان صغير كان كيحماق على أتاي. وشكون كيوجد لك أتاي؟ جدة. فوق ما طلبوا كتوجد لك أتاي. وكان كيجي من لاصال ولا كيجي من كورة كيلقى البراد ديما. عامر. عامر. فراسك غتحماق على هاد الكيسان. ولكن غندير لها شي واحد ولا جوج. غدير لها شي واحد؟ لا صاحبي راه كيسان ديالك. غنشدهم غنديرهم في بيترينا. ايه؟ يونس؟ حتى انت جبتي هدية. منين جبتي هاد الهدية؟ حتى مشيت مع ماما للسويخة. ايه؟ قالت لي شري هادي التورية. ايه شري التورية. واش كتجيك تورية؟ جدة. جدة. يلا ورينا الهدية. ايه شنو هادي يونس؟ هاديك ديال البخار. البخار؟ والبخور ماشي البخار. المهم راه هو ما عرف شنو ياخد ليها وتعاون هو وابتسام باش خداو هاد المبيخرة. فوق سلالم. صراحة الشكل ديالها خطير. أنا نوريهم يونس. شوف 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 خداوها في الدهبي. يا سلام في هاد الزير كتورك عليه وما كتحتاجش دير الفاخر. كدير غير البخور. واش كتعطينا؟ ريحة ديال البخور. وي يا يا يونس خطير. شنو تقول جداتك؟ يلا قولي شي حاجة. جداتي هي أحسن وحدة في العالم. وي يا سلام. شنو الحاجة اللي كتعجبك في جداتي؟ كديرها وكتعجبك شنو هي؟ هي كتقسم معايا الفلوس. كتقسم معاك الفلوس. كيعطيش واحد الفلوس كتقسمه معاك. هادي ما في خباري في راسك. كتدبر على راسك. اجي كتخاصم عليك ولا ما كتخاصمش عليك؟ لا ظريفه معاك. وفاش كنخاصم عليك انا كتساعدني كتدافع عليك. ديما خوتي كتدافع عليه. يلا هاك رد هادو راه غنديروا كلشي الهديه في بابي كادو باش تجي جداتك ونفتحوهم في نظرك غيعجبوها. بزاف. دابا النوبه ديال إلام. يا إلام. إلام اختي الصغيرة شنو جبتي لماما؟ وي خوتي واحد الجلابة شافتها عند ابتسام حمار عليا وجبتيها بحالها ان شاء الله. شافتها عند ابتسام مرتي؟ أييه أييه. مني غنترفع ان شاء الله شي حاجة أحسن. الله يسهل عليك. يلا ورينا 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 الهدية. سير 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 على رجلين يا عاوتاني ومع رمضان. لا غادي نغلفوهم كلشي الهدية غيتغلفوا. زيد زيد. أوه في البيج. بغيت تلبسها هي. فراسك غتجي مع الوالدة خطيرة. أمي أنا أنتي. لا 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 ماشي أنتي يا أمك. دابا أنتي شريتيها ليها وبغيتيها أنتي. أنا أمي بحال بحال. إلا إلا ميتوليا. يلا غادي نغلفوا كاع الهدايا ونعيطوا ليها باش نديروا ليها مفاجأة. ترى بطبيعة الحال دابا غنشوفوا هشام. باش تكلفتي يا سي هشام؟ انا تكلفت بالحلوى واللعيبات. شوف 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 انت دابا معول على انك تاكل ماشي الحلوى. الماكلة مهمة. زائد شنو هشام؟ زائد جبتي هاد الهدايا هادو هادي مكتوبة فيها رمضان كريم. يا سلام خطيرة. وجبت لي هاد سبيل. اي 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 فكرة واعرة. انا متأكد هاد الهدية غتعجبها. المهم كما كتشوفوا كما قال هشام تكلف انه قد هاد الطبيله هادي. عيد ميلاد على قد الحال ولكن المهم فهادشي هما هدايا. ودابا خوتي جا وقت الهديه ديالي. كما كتشوفوا شنو عندنا هنا ابتسام؟ عندنا مجسم ديال الكعبه. يا سلام. هذا خوتي يمكن انها تحطو ديكور في الصالون. أيه. ولكن كيجي على هذا الشكل. واو تبان لك ابتسام فنوان. شوف غير قبل ما نفتحوها خوتي ونوريكم شنو كاين لداخل حيت كاين واحد الحاجه مهمه. غادي نقول واحد الكلمه في حق الوالده ديالي لالا توريا. اول حاجه كنبغيك بزاف وكنحماق عليك وكنسطع عليك الوالده. لا يخطيك علينا يا ربي امين. عرفتي الا فتينا انت يا هزنا ما ضربنا الطول. احسن جده واحسن ام في العالم. المهم اخوتي ملي كنا صغار ما عمرها تخلات علينا. احنا كاملين كخوت. رحنا سبعه الخوت اخوتي تبارك الله. كاين انا وسته اخوتي وكانت كدير جهدها واكثر من جهدها باش توفر لينا داكشي اللي احنا محتاجين وحتى داكشي اللي ما محتاجينش. مثلا انا اخوتي عاقل على واحد القصه فاش كنت صغير كنت طلبت ليها ملك النمور الذهبي. الناس ديال الجيل الذهبي غيعرفوه. هو بحال بلاي ستيشن 1 غير رخيص شويه. بلاي ستيشن 1 كان غالي وانا كنت طامع غير في ملك النمور الذهبي. وشحال كان داير؟ 2400 120 درهم والشهر. وهي كتلقط اخوتي واللي شاط ليها من الخدامين اللي كتخدم
كتخبي ليا وكتجمع في واحد الصندوقه. واحد النهار قالت لي سير افتح ديك الصندوقه. ملي فتحتها لقيت فيها تقريبا 140 درهم وشريت ماريك النور الذهبي. وعلاش كنقول لكم هادشي؟ لحقاش انا ديك المده كنت كنمشي معها وكنشوفها فاش خدامه. كانت اخوتي كتضرب الفراكه، يعني كتخدم كتغسل الماء لعباد الله، كتسيق ليهم الديور، كتخمل الديور ديال الناس، كتصبل ليهم الحوايج بالفراكه كما قلت لكم، كتخدم في القهاوي فاش ما كان، كتشطب القهاوي، كتغسل المواعن. ترى ضربات تمارة ديال بصح الوالده ديالنا الله يخليها لينا يا ربي امين. داكشي علاش راه واخا نديروا اللي درنا اخوتي ما نقدوش نردوا ليها ولو غرام من داكشي اللي دارت على قبلنا. والله يسمح لينا من الوالدين وصافي الهديه نكملوها. ما عندناش مع الدراما صراحه جبتي البكيا مستحيل باش تخلينا فرحانين صراحه. والدينا كانوا كيحيدوها من راسهم وكيعطوها لينا قسما بالله. يا حاتم يا ربي يلا سير. المهم الداخل ديال الكعبه كاين عندنا المصحف القران الكريم غير هذا الشكل ديالو الشكل ديال الكعبه المشرفه. نحطو هنايا مازال ما ساليناش اخوتي. شنو اخر كاين عندنا لداخل سابي سابي حتى هو غزال يا سلام حتى هو في اللون الاسود واللون الاصفر الاصفر اه جسم تلفتي هادشي زوين صراحه. اوكي لداخل هذا المصحف الصغيور غنشوفوا داك المصحف شو الشكل ديالو كيداير ذهبي الشكل ديالو خطير. انا نفتحو نوريه لكم اخوتي حتى هو الشكل ديالو زوين. هذا ديكور وفين مصحف صغيور هذا غنديرو في السياره واخا جبتو الوالده اشتي والله الا ديال الطوموبيل الشكل ديالو زوين ما شاء الله. مصحف وسط منه مصحف وكاين بطبيعه الحال صلايا زوينه هي على الشكل ديال الكعبه. شوف شوف تبارك الله شوف النقش ديالها فن. ودابا ندوزو لاهم حاجه المعقول الجائزه الكبرى مادام اخوتي الكادو الكبير مادام كنت قلت لكم شنو هي الهديه اللي تفرح الوالده وكلكم قلتوا العمره. يا سلام دابا اخوتي حيت مشى الوقت ورمضان دخل ما يمكن ليهاش واقيله تمشي دابا فات الحال داكشي علاش الهديه غتكون هي 30000 درهم ما شاء الله. يعني هادو هما الفلوس تقريبا اللي غادي تحتاج باش تمشي العمره. حنا غنعطيهم ليها كاش ياك وهي الوقيته اللي كانت مرتاحه تمشي ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي الله يدينا كاملين داك المقام يا ربي امين. شوف 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 ابتسام فينا نحطهم شوف فينا نحطهم سير 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 غنحطهم هنا. اش بان لك في هذه الفكره؟ صراحه فكره واعره وغترد كل شيء للبوكس. غنردوا كاع هذا الخير اللي كان هنا في هذه الكعبه واللي غادي تفتحها وتجبد المصحف وتجبد الصلايه غتلقى 30000 درهم. الى خصاتها مازال شي حاجه غنزيدوا عليها غادي نزيدوا لها ان شاء الله الفلوس وتمشي ان شاء الله تزور هذا المقام. يلا دابا نوجدوا ليها المفاجاه. يا سلام دابا كيف ما كتشوفوا حنا واجدين لحقاش اي لحظه غادي تدخل دابا الوالده. شوف نقول لها سنه حلوه كامله ونقول لها صلاه وسلام صلاه وسلام صلاه وسلام. يلا صافي وجدوا راسكم راه هي دابا كاينه لتحت في شبيبه زكريا فاش تدخل نديروا صلاه وسلام. صلاه وسلام على رسول الله الى الجيل جا سيدنا محمد الله مازال عليك. كتفهم كدير ليا الوالدة لاباس بخير هاد المفاجأة ليك انتيا واجدة. شوفي أبار هاد الترحيب هذا جبنا عليك هدايا. نعم أمي مرحبا كاملين هذا نعم جوني الوالدة نعم فرحانة فرحانة بزاف كاع. شنو أول حاجة قلتي عجباتك؟ عجبتني رمضان كريم. ياس ما غلفتي على فابي كادو لا والو سبيح باش تسبحي امين يا ربي. عجبتك الهدية الأولى؟ عجبتني وقبلي علينا عيد ميلاد غا على قد الحال حريشات وكذا دابا عرفتي شنو؟ دابا غتفتحي الهدايا. عطيها الهدية الأولى يلا هاهي الوالدة كتحل الهدية الأولى. زيد 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 زيد
شنو هذيك امي؟ هذه اللي كانت عجباني. خدات بحال ابتسام. هاد المره الا شريتيش لا باش شري منها الدوبل صافي. مازال نعاود انا الى الكادو ديالك زوين. يوسف فرحان. واش فراسك امي؟ كلشي هادو اللي هنا جابوا لي كادو الا زكريا. ما فراسوش ما فراسوش زكريا كامل كادو. يلا عطيتي تريح على وجه هاد الكادو. يا ودي زعما برك فاش تلاقينا هاد الهديه ديال ابتسام. شوف مليون في المئه غتعجب هاد الهديه. ما يمكنش ما تعجبهاش. ها انت كي جاتك عاوتاني؟ كي جاتك هاد الهديه؟ لا خطيها عجبتك. زوينه تبارك الله. كاين احسن منها. هي المصحف الكبير اخوتي اللي جابت ابتسام. عرفتي تصمتحيها؟ ايوا شتي هكا ديروا مع عزيزاتكم. بالصحه والراحه الوالده. يعطيك الصحه. امين امين امين. دابا الهديه ديال يوسف. يلا يوسف هاد الفكره هاد الفكره اللي دار يوسف شكال. كما كتشوفوا هي كتحل اخوتي الهديه ديال يوسف. غنشوفوا واش غتعجبها ولا لا. واش حمل واحد اخوتي وباقي ما تحلاتش عندك وما يترسو. واحد جوج ثلاثه. حط عندي كاس معاك. كاس اخوتي داروا في جيبو ضروري الشنطيه. كي جاتك هاد الهديه؟ كاس مراكشيين. بلاتي خاص واحد اخر. ايوا ايوا يونس راه كاس مراكشيين هادو ديال زمان. اصلا قال لك هادو سميتهم كيسان ديال ناس الزمان. عطيها كاسة. عرفتي هاد الهدية ديال من؟ هادي ديال مكة. عرفتي اش قال لك امي؟ قال لك جاب لك هاد الهدية حيت انت باقا صغيرة. كنعاونك باقا صغيرة. شوفي شوفي عاونتك عقلي. عجبتك بغي الشكلاط. جاني الشكلاط الغالي اخوتي كما كتشوفوا. الصحه والراحه الوالده. ها انت فراسك هادو ثلاثه ديال اغلى الانواع ديال الشكلاط. فهمتي؟ الله فيك مكة عاوتاني. ما جبتيش الكادو. ما جبتيش الكادو. عاود شي طرح عاوتاني. يا ودي زعما برك فاش تلاقينا ودابا هاد الهدية ديال رانيا. يا رانيا يلا افتحيها الوالدة غنشوف واش تعجبك الهدية ديال رانيا. اش بان لك الوالدة؟ ولي لا اختك رانيا كتفهميني. قالت لك امي حيت دابا كاين البرد. جابت لك صلاية ديال البرد. جابت لك صلاية ديال البرد. واعرة 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 واعرة. كتفكري تمشي معايا التراويح ان شاء الله. غتبقاو تمشيو تصليو التراويح مع الوالدة. ها انتوما. يا سلام. دابا هاد الهدية ما قبل الأخيرة. كما كتشوف في ديال يوني. يلا عطيه هي تفتح. عطيه هي تفتح. أنا جبتيها ليها. عطيه هي تفتح. هو يحل الهدايا. زيد ها هي عاوتاني كتحل هدية يوني. فتحي ليها الكرتونة تشوفها هي تفتح راسها. يونس اشنو هذيك يا يونس؟ هذه اللي كدير البخور. ولكن اشنو سميتي انت؟ البخور. لا لا قال لي دايره بحال كاس العالم. اش بان لك انت الوالده؟ بصحتك. هذه زوينه. هذه ديال البخور ديال الطو. اش كيعجبك؟ البخور. يلا بخرينا. الوالدة كاع هاد الهدايا اللي دازو عجبوك؟ كلشي عجبني. انت فرحتي بهم؟ فرحت. ودابا وقت الهدية الكبرى.
ولكن واحد الحاجه واجده مستعده مستعد. يلا غمضي عينيك عافاك الله يخليك لينا. يلا هشام يلا هشام يلا هشام يلا هشام هيا سي الهديه هيا سي جوج ثلاثه حلي اشنو هذه يا ماما؟ هذه الكعبه المشرفه الكعبه المشرفه بلاتي واحد القضيه هذه راه ماشي غير مجسم ديكور في واحد الحاجه واعرش الوالده شدتها تموريش والا ما طلب لك سير سير افتح افتح امك افتح افتح هادي شوفي امي اول حاجه فيها قران هانتي شوفي ثاني حاجه شوفي عاوتاني شنو فيها سبيح بلاتي مازال ما ساليناش عجبك بعدا القران وتسابح هانتي واش دير راسك حيدي عاوتاني الصلايه سير سير بلاتي 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 طلي شوفي شنو كاين لداخل عصر يا امي هادو ما تخسرهمش على شي عرس الاسبوع لا 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 يا شي واحد من هادو هانتي هادو ان شاء الله غتمشي بهم للعمرة امين الوليدة صافي صافي يا الوليدة ما تبكينا صافي صافي صلاة والسلام على رسول الله إلى الجيل جا سيدنا محمد الله الوالده شافت الفلوس خلات القران لتحت سمحوا ليها لا 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 سمحوا ليها الفرحه اخوتي ما تديوش عليها مبروك عليك العمره مسبقا لا يحرم منه شي نسلبوا امين امين يخطيكم كاملين امين يا رب عنده شي مويت الله فيها اللي عنده شي بايت الله فيها تهلا فمك انت تهلا فيها كامل امين واللي ما عندوش الله يرحمه ويوسع عليه الله يرزقه واللي ميت الله يرحمه واللي مريض الله يشافيه امين يا رب باقي لي محمد ويوسف ان شاء الله يتزوجوا ونحضر لهم كاملين وليدات شو هي نسكي شوف ما فهمون ان شاء الله تحضري لي انيس تحضري لي رانيا تزوج هاي يونس تاوي تزوج زكريا وكل شيء نحضر لك تزوج يلا دابا غادي ناكلوا هذا الخير هذا جمعي رزقك الوالده قري تجي فوق ما بغيتي تمشي سيري نعم انت دابا فوق ما بغيتي تمشي للعمره سيري الفلوس عندك ياك وان شاء الله نوجدوك ونقدوك بغيتي تمشي في رمضان سيري بغيت تمشي من بعد رمضان سيري تاخذ راحتها ياك شنو هدي انت الكعبه ديالي الكعبه يلا اخوتي كنتمنىكم عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش ديروا لايك اشتركوا في قناه فعلوا جرس باش يوصلكم الجديد يلا باي 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 الله يصلح لنا الوالدين